كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم كلكم بخير وفي صحه جيده ان شاء الله. غبرت عليكم غبره كبيره صراحه. كتجيك واحد المده من يعني كيجيك بحال هكذا، ما كتبغي تصور حتى شي حاجه، كتبغي تصنت لعظامك، كيطلع لك التصوير، كيطلع لك الكاميرا في راسك، انستغرام، تصور اي حاجه، كتبغي غير ترتاح شويه نفسيا وعاوتاني تجيب شي حاجه اللي هي جديده. وقلت اليوم قررت باش نصور لكم. اليوم عندنا واحد المناسبه ماشي عائليه، غير صديقه ديالنا، الاخت ديالها غادي تزوج وعرضنا اليوم. بعدا كيفاش نقول لكم جمعه طيبه، اليوم الجمعه غادي يكون الحنه ديالها، وقررت باش نجمعوا حنا البنات بحال هكذا ونديروا هاد التقاليد بيناتنا، نضحكوا ونشطوا. عرفتوا الاجواء ديال الحنة وعرفتوا الاعراس ديالنا المغربيه كيفاش كتكون؟ تبارك الله كلشي كيدوز زوين وغزال. اليوم غادي دير لينا التقاليد ديال الحنة، وغدا ان شاء الله السبت غادي يكون العرس، غادي يكون داكشي زوين. انا دابا يلا خرجت من الدار، كنتسنى واحد البنت صاحبتي تعرفوها كاملين، هاز مريم، راه كاينه في انستغرام، يا رب بلوغر. كنتسنى باش نمشيو نشوفوا اشنو غادي نلبسوا اليوم، باش اني نديكم معايا تشوفوا. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يمشيو مناسبات ما كيلقاوش فين يكري ولا فين يلقاو شي حاجه بحال هكا زوينه، غنديكم معايا. غادي نمشيو عند واحد السيده عندها داكشي زويون، نختاروا عندها ونوريكم كلشي. ولكن داكشي اللي غادي نختار انا ما غاديش نوري لكم من الاول، حتى نلبس عاد نوري لكم، وديك الساعه تشوفوا واش جمعيه ولا لا. ايوا خليكم معايا. فاتا دير حتى الجليبات، جليبات غزالين بالنسبه للناس اللي باغيين يفصلوا شي جليبه. كتعرفوا قرب دابا عاوتاني رمضان، كاين غير جليب. كدير جليبات زويونين. غادي نوريكم. نعم صاله كيمونو. دابا صاله ديالو كيمونو اللي كتجي بحال شي خفاش. غادي نوريكم كاع الالوان اللي عندها، ومن بعد غادي نحط لكم كما قلت لكم النمره ديالها في لاباغ دانفو، انستغرام ديالها باش تواصلوا معاها. هي راه كتخدم في دارها يعني ما عندهاش محل، تواصلوا معها غير في النمره ديالها. كاين غير ما كنحلوش، ما كتحلوش هي بزاف مسيج لي. كتعيطوا لي على التليفون غادي توريكم الدار ديالها. سيغوندي ورجيو عندها تختاروا داكشي اللي بغيتو. عندها كما شفتوا وريتكم دابا الطكيشطات، ها هما جديلبات. المهم غنوريكم دابا جديلبات كاملين. يلا وصلنا عند فاطمه، مشيو دابا نشاي تلقات لينا. سلام سلام. الله 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 الله. فينا يا اخت العراس؟ انا بسم الله.
شكرا شكرا لك فاطمة، دائما في القمة. معدبة عليكم ها، يلا ها هما البنات. حنا علاش كتصوريني؟ فراجة باكي سهل لي ما داكش الحليب. سلام، سمحوا لي ما بقيت صورت لكم والو ملي كنا عند السيده اللي كدير تكاشط. جينا كنجري عرفتي، تعطلت عليهم بزاف انا ومريم. هي مريم مشينا خدينا تكاشط من النظافه باش نوريكم التكشيطه اللي خديت انا ونوريكم التكشيطه اللي خدات مريم. المهم غادي نخلي لكم النمره ديال السيده، انا داكشي زوين بزاف. وحتى على بالنسبه للماكياج ما ندير لكم شي لعيبه على هذا الماكياج اللي درت غير بوحدي كيجاني زوين. المهم دابا غادي نوريكم التكشيطه ديال مريم، وتا هي غادي توريكم التكشيطه. ها هي مريم التكشيطه ديالها زوينه بزاف، شي حاجه واعره. ها هي مريم شدت لي انا دابا، انا بحال هكا خديتها، غادي راه غير صايه كتلبس تايا معاها بحال هكا باش كيجي داك الطايقر مخدوم صافي. كتبوا لي في لي كومونتير كيفاش جاونا هاد اللبسات هادو. كتبوا لي الحداقه ديال فاطمه شغل بلادي تبارك الله، كلشي متول مجدري من الغداء. ها هما الطويجنات كيسخنوا. كلشي موجده، حنا مجوعة. والله يجيك والله كنت كنعزل ليك. دابا يلا صورت لكم الجديدات ديال البنات اللي داروا الحنه. انا الحنه اللي درت شويه، ما عنديش بزاف مع الحنه، ولكن درت غير البارك باش ما يبقاش فيا الحال. ها هي شهرزاد اللي نقشات لينا، دار نقش زويون زوين بزاف. غنخلي لكم النمره ديالها في لاباغ دانفو، الناس اللي مهتمين وكيبغوا ينقشوا كيقلبوا على نقشه زوينه في اكادير. ها هي بزاف على هاد العرض هادي اللي عرضتي علينا لبنى. مبروك السهام ان شاء الله بالرخاء والجنين البنات. صحتكم نشنا بزاف، نعاودوها ان شاء الله مره اخرى. نتلاقاو في العرس غدا 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 العرس. غدا العرس يلا جيت دابا للدار، سالينا الحفله ديالنا، ضحكنا نشطنا دوزنا بقيت زوينه مع البنات. بغيت ندير حديث موازل، نمسح وجهي من هذا الماكياج قبل ما نغسله، وبغيت نهضر معكم شويه على شي حوايج. بالنسبه للناس اللي كيبقاو كيسولوني على ماشي كيسولوني، كيبقاو يكتبوا عندي دي كومونتير على ناس اخرين ولا يوتيوب اخرين ولا شي حاجه بحال هكا. عافاك ما تبقاوش تكتبوا لي بحال هذا الميساج هذا، راه ماشي عجبنيش بحال هذا التعليق تكتبوهم علي عندي، يعني على الناس اخرين تعيروهم ولا تقولوا عليهم شي هضره خايبه ولا شي حاجه. ما تبقاوش تكتبوهم عندي، سيروا عندهم ديريكت للقناه ديالهم وكتبوا لهم شي حاجه اللي بغيتوا تكتبوا لهم، ولا شي حد اللي كيبقى كيسولني شي اسئله، يعني كيبقى يتدخل في شي حوايج اللي هما بعادين عليه بزاف. داكشي يعني ما انا جايه انا كنهضر معكم في مواضيع اخرى باش نفيدكم بشي حاجه، تستافدوا مني بشي حاجه، ماشي تستافدوا مني بشي شي حوايج اخرين. انا بحال هادشي ما كيعجبنيش وما كنبغيش بحال هاد الميساج كنقراهم وكندير بحال ما قريتهمش، ولا يعني هادشي كينيرفيني ما كنبغيش نلقى عندي فلاشين ديالي. المهم ماشي غير بين قوسين، بغيت غير نقول لكم زعما بالنسبه للناس اللي كيبغيو يسولوا على شي حاجه ولا يكتبوا شي كومونتير خايب لشي حاجه ولا شي حاجه، ما تكتبوش عندي في القناه ديالي، حيت انا ما يمكنش ليا نتقبل بحال داكشي عندي، دوك التعاليق الخايبين ولا دوك الاسئله اللي ما نقدرش نجاوبكم عليهم ما كنبغيهمش عندي في لاشين ديالي. واسمحوا لي بزاف حيت قلت لكم هاد الهضره.
المهم حنا دوزنا وقيته زوينه، فوجنا ضحكنا نشطنا، اللي دار شي حنه راه دارها، انا درت غير شي كيك اللي قلت لكم ما عنديش بزاف مع الحنه. غدا ان شاء الله غادي يكون العرس، نمشيو عاوتاني نفوجوا شويه ونضحكوا ونشطوا. كنتمنى للسهام اخت لبنى يعني زواج سعيد وان شاء الله بالرفاء والبنين وباش ما تمنت. وهادشي اللي غادي نقول لكم، كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم. بالنسبه للمعلومات على حسب التقشيطه ولا على حسب اشنو اخر اللي كنت وريتكم، التقشيطه واقيلا جو بونس راح حط لكم المعلومات ديال السيده في لاباغ دانفو، عندها داكشي زوين بزاف. وبالنسبه للنقاشه حتى هي غنحط لكم النمره ديالها، راه كتنقش داكشي غزال، عندها النقش زوين زوين بزاف، حيت بزاف ديال الناس كيبغيو ينقشوا ما كيلقاوش، يعني ما كيلقاوش شي نقاشه اللي هي زوينه تجيك حتى للدار ولا تنقش لك بحال هكا، ما عرفت نتوما تهضروا معها وتفاهموا معها. غنحط لكم حتى هي النمره ديالها. هادشي اللي غادي نقول لكم. المهم السلام عليكم، تصبحوا على خير، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. كنوعدكم غاديش نبقى نغبر عليكم بزاف، غادي نحاول نبقى نحط دي فيديو. ما تنساوش تابوناو عندي في لاشين بالنسبه للناس الجداد والناس اللي كاينين عندي ديجا. ديما كنقول لكم راه داركم هادي، مش الحا بركو فيها بركات. غادي نقول لكم السلام عليكم، تصبحوا على خير. ودخلوا عندي الانستغرام، تنحط تما دي ستوري بحال هكذا اجور، يعني شي حاجه عوض ما كنحط بزاف في اليوتيوب. تقدروا تدخلوا عندي انستغرام تلقاو كلشي وتشوفوا شنو كيفاش كيدوز النهار وشنو كنصور لكم. دخلوا عندي تما والتحقوا بيا. السلام عليكم، حتى الغداء ان شاء الله.